وشاء الله أمرا قد قضاه ولله المشيئة والقضاء. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي تلاميذ سنة أولى ثانوي في هذه المراجعة رقم 2 بالنسبة للفصل الأول. إذا نركز معي جيدا ونبتدئ على بركة الله. إذا في المراجعة رقم 1 كنا وصلنا إلى الدرس رقم 4 اللي كنا تكلمنا فيه على لا تورنور امبيرسونيل، يعني المنعطف الغير شخصي، راح نتعرفوا عليه أكثر بالتفصيل. شوف معايا، إذا لا تورنور امبيرسونيل وش هي؟ Définition. Une phrase de forme impersonnelle. هي جملة غير شخصية se caractérise, تتميز par l'emploi d'un verbe conjugué à la troisième personne du singulier. يعني هذه الجملة الغير شخصية دائما ما تتصرف فقط مع ضمير واحد اللي هو الإيل، والإيل هذا ما يعبر لي لا على شيء لا على شخص، qui ne représente rien ni personne. يعني هذا الإيل ما نقدرش نعوض في مكانه جو ولا تو. إذن الفعل يكون مصرف مع ضمير واحد واللي هو إيل. إذن نلقاه على سبيل المثال، إيل بلو يعني تمطر، ما نقدرش نقول جو بلو ولا تو بلو. إذن إيل بلو، إيل ناج تثلج، إيل سو برودوي بمعنى يحدث، إيليا يوجد أو هناك، إيل مونك ينقص أو يفقد، إيل إكزيست يوجد، إلي بوسيبل من الممكن، إلي سارتان كو، إلي مينوي يعني 12 تاع الليل. إذا هذو يسموهم لا تورنور امبيرسونيل، يعني جمل غير شخصية. شوف معايا الانقسامات تاع لي فيرب امبيرسونيل. إذا الأفعال الغير شخصية تتميز أو تنقسم إلى عدة أقسام اللي هي على الشكل التالي. عندنا ليكزيستونس يعني التواجد، باش نعبروا على التواجد نقولوا إليا لي فيرب افوار. يعني نقولوا إليا يوجد، نستعملوا الفيرب أفوار، تلقى لا تورنور امبيرسونيل هي إليا. أيضا عندنا لو تون ولا ميتو، يعني نحكوا على الوقت ولا على الأحوال الجوية. واش نقولوا؟ نقولوا إل إي لو فيرب إتر، معناها إلي 5 أور، إلي 8 أور، راه 5 راه 6 راه 8. ولا نحكوا على الميتيو اللي هي الجو، نقولوا إل في، إل في شو، إل في فخوا، يعني لو فيرب فار. ايضا عندنا اوبليغاسيون يعني الاجباريه او الزاميه. واش نستعمل؟ نستعملوا شيئين، نقولوا الفو يجب اللي هو لو فيرب فالوار، ولا نقولوا الي نيسيسير من الضروري، يعني استعمال لو فيرب اتر. اذا عندي خمس عناصر، شفنا هذو ثلاثه، نشوفوا العناصر الباقيه اللي هي لا بوسيبيليتي يعني الامكانيه، انسيرتيتود والغير مؤكده. بمعنى نقولوا il se peut يمكن لو فيرب سو بوفوار. وايضا عندنا il semblerait يعني يظهر او يبدو لو فيرب سومبري. في الاخير عندنا اوتخو ايدي يعني مختلف الافكار. على سبيل المثال نصيبوا il s'agit يتعلق الامر، نقولوا s'agir، ولا نقولوا il reste يبقى لو فيرب rester، وايضا il manque قلنا ينقص او يفقد لو فيرب manquer. وعندنا ايضا نسيت ما درتهاش هنايا il est préférable يعني من المفضل. هذو كامل يسموهم لا تورنور امبيرسونيل، يعني على حساب الافعال تاع التواجد ليكزيستونس نستعملوا، تاع الزمن او الاحوال الجويه نستعملوا، الالزاميه لوبليغاسيون واش نستعمل، الامكانيه واش نستعمل، وافكار اخرى. هذا فيما يخص لا تورنور امبيرسونيل. نشوفوا كيفيه وضع السؤال، يعني السؤال كيفاش يجينا في الفرض ولا في الاختبار. اولا واش يطلب منك؟ يقول لك غولاف دو تيكست اون تورنور امبيرسونيل، يقول لك استخرج لي من النص ان تورنور امبيرسونيل. هذه صيغه سؤال تاع فرض ولا اختبار. تروح للنص نتايا تصيب هنا ايل اكزيست بليزيو، يوجد العديد من الامراض التي تهاجم القلب. اذا هذه سموها اون تورنور امبيرسونيل. وعاده ما يقول لك حولها لي الى تورنور بيرسون، هذه غير شخصيه، يقول لك حولها لي الى شخصيه. انت واش دير؟ شفت هذه ايل اكزيست، هذه فيها الفعل اكزيست، واش دير انت؟ تكتب الجمله عادي بليزيوغ مالادي، وهذا اكزيست تصرفوا عادي. اذا بليزيوغ مالادي اكزيست افيك او انت، لماذا؟ لانه بليزيوغ مالادي راهي جمع، نقولوا بليزيوغ مالادي اكزيست. راح نشوفوا هذا المثال او هذا التمرين كيفاش راح نطبقوه في امثله اخرى. شوف معايا، إذا لما يطلب منك أنك تحول لا ترانسفورماسيون، تحول من لا تورنور امبيرسونيل إلى تورنور بيرسونيل. إذا شوف معايا، إل إكزيست دي كونسير دو لابو، يوجد معناها سرطان الجلد. واش دير؟ دي كونسير دو لابو إكزيست، تصرف فقط الفعل إكزيست. مثال آخر، إل إكزيست دي مونستر يعني يوجد أشباح أو وحوش، يقول دي مونستر إكزيست، صرفنا أيضا نفس الشيء.
مثال آخر il manque يعني ينقص des pièces dans la maquette يعني تنقص بعض القطع في هذا المجسم وش نقوله des pièces قطع manque تنقص في هذا المجسد أو هذا المجسم إذن dans la maquette des pièces manque dans la maquette يعني طريقة سهلة جدا معنى الفعل فقط هذا تحوله في الجملة الأخرى إذن الآن طريقة عكسية في التحويل تاع من لا تورنيغ بيرسونيل إلى لا تورنيغ امبيرسونيل وش معنى فيمي دون ان ليو بيبليك اي انتردي يعني التدخين في الأماكن العمومية ممنوع أنت الفعل وش تدير وهذا انتردي تقول إلي انتردي هذا اي انتردي تزيد له فقط إيل إذن إلي انتردي دو وتكمل الجملة تاعك عادي دو فيمي دون ان ليو بيبليك جملة أخرى ريسبكتي لا لوا اي اوبليغاتوار احترام القانون يعني إلزامي وش تقول هنا هذا لو فيرب تاعي اي اوبليغاتوار وش تقول تقول إلي اوبليغاتوار دو ريسبكتي لا لوا من الإلزام أو من الإجباري أنك تحترم القانون الجملة الأخيرة أو المثال الأخير بيان دورمير اي نيسيسار بور اتر اتونتيف اون كلاس النوم الجيد ضروري للانتباه في القسم انت وش تدي تدي الفعل فقط وتزيد له الضمير إيل وتقول إلي نيسيسار دو وتكمل الجملة عادي بيان دورمير بور اتر اتونتيف اون كلاس إذن طريقة سهلة أنك تحول من لا تورنيغ امبيرسونيل إلى تورنيغ بيرسونيل يعني من الغير شخصية إلى شخصية أو العكس من الشخصية إلى الغير شخصية إذن هذا هو السؤال فقط اللي يطرح في الفرض ولا في اختبار يقول لك يا إما استخرج لي هذه لا تورنيغ امبيرسونيل من النص وحولها إذن هذا فيما يخص هذا الدرس نمر إلى الدرس الخامس اللي هو لا فيزي كومينيكاتي يعني هدف الكاتب من كتابة هذا النص أو نية الكاتب هذه سهلة جدا يعني تعتبر كلمة ولا زوجة تحفظهم إذن السؤال يكون على النحو التالي كلي لا فيزي كومينيكاتيف دو لوتور ما هي نية أو هدف الكاتب في كتابة هذا النص وش تقول له إكسبليكاتيف والله انفورماتي يعني إكسبليكاتيف شرحية إعلامية دائما ما الكاتب يكون عنده نية أو هدف إكسبليكاتيف وبيا انفورماتيف أيضا السؤال بصيغة أخرى يقول لك كالي لا فيزي كومينيكاتيف فاش نجاوب عليه نجاوب عليه دوني دي زانفورماسيو إعطاء معلومات سور أنا أعطيتكم مثال فقط لي دونجي دو لا سيجارات هنا راه لا يعطينا معناها معلومات حول أخطار التدخين ولا أخطار السيجار إذن هذا مثال فقط وأيضا تقدر تجاوب كي يقول لك كالي لا فيزي كومينيكاتيف دو لوتور اترافير سون تكست يعني ما هي نية أو هدف الكاتب من هذا النص إذا مش تقول له إكسبوزي يعني راه يشرح لنا أو يوضح لنا بور دوني دي زانفورماسيون باش يعطينا معلومات سور حول وتقول النص اللي راه يحكي عليه أو كما قلنا هنا أخطار التدخين إذا هذه هي لا فيزي كومينيكاتيف أظن أنها سهلة جدا الدرس السادس كور نيميرو 6 ديسكور أوبجيكتيف لابسونس دو لوتور إذا هنايا الكاتب لازم يكون موضوعي ما لازمش يمد رايه في هذا النص وش نقولوا عندك لوتور إيتيل بريزون هذا نوع من الأسئلة تاع فروض الاختبار وش يقول لك يقول لك لوتور إيتيل بريزون راهو حاضر او ابسون ولا راهو غايب دون لو تيكست في هذا النص جوستيفيي فوتر ريبونس هنا دائما ما يكون الكاتب غائب حذاري لانه في النص هذا العلمي دائما ما يكون الكاتب غائب واش نقولوا لوتور اي ابسون راهو غائب دون لو تيكست علاش باسكيل اي اون تران دو دانفورمي يعني لانه بيصدد الاعلام راه يعلمنا راه يخبرنا ولا لا جوستيفيكاسيون واش نقولوا ابسونس دي برونو بيرسونيل غياب الضمائر الشخصيه جو ونو هذو ما تلقاهمش في النص وايضا عندنا بريزونس دو لا تورنور امبيرسونيل وجود هذه لا تورنير اللي هو المنعطف الغير الشخصي اللي تعرفنا عليه قبل قليل لما نصيبوه في النص بزاف هذا دلاله على انه الكاتب راهو غائب وايضا كي نصيبو غياب الضمائر الشخصيه دائما ما هذا ثاني دلاله على غياب الكاتب اذا ونقدر نقول لوتور اي ابسون دون لو تيكست باسكيل اي اوبجيكتيف لانه راهو اوبجيكتيف موضوعي ماهوش سوبجيكتيف راهو موضوعي لانه غائب في هذا النص راه يمد لنا في معلومات حول حادثه او حول اختراع او اكتشاف ما هذا الدرس راه موجود في الدوزياماني وفي التروازياماني تقراوه في الثانيه ثانوي وتقراوه في الثالثه ثانوي اذا مازلنا في ديسكور اوبجيكتيف نوع اخر من الاسئله لوتور ايتيل سوبجيكتيف
و اوبجيكتيف. اذا الكاتب راهو ذاتي سوبجيكتيف ولا موضوعي اوبجيكتيف. تا دائما ما تقولوا راهو اوبجيكتيف، لماذا؟ لانه موضوعي ما مدش رايه الي اوبجيكتيف. نوع اخر من السؤال، لوتور ايتيل بريزو، هل الكاتب راهو حاضر دون لو تيكست؟ جوستيفي، برر ذلك. اذا شنو نقولوا؟ نقولوا نو لوتور اي ابسون، راهو غائب دون لو تيكست. لا جوستيفيكاسيون واش نقولوا؟ Il s'agit d'un texte explicatif. يعني يتعلق النص بالنص الشرحي. Où l'auteur, أين يكون الكاتب؟ Doit être objectif. يكون موضوعي. Il ne fait que nous informer. يعني ما يدير والو إلا أنه يعلمنا. هذه طريقة أيضا على الإجابة. يا إما justifie بغياب الضمائر وجود la tournure impersonnelle. ولا تقول له هذه الجملة Il s'agit d'un texte explicatif. Où l'auteur doit être objectif. Il ne fait que nous informer. إذن هذا فيما يخص نوعية الأسئلة في الفروض ولا الاختبارات. وأيضا نقدر نجاوب ونقول إلي أنتخا دو دوني ديز انفورماسيو، يعني هو بصدد إعطاء معلومات سور حول، هنا أعطيتكم مثال سور لي ريسك دو تابا، يعني الأخطار التبخ. إذن هذا كل سهولة. نمر إلى الدرس السابع اللي هو يتحدث على لي سيبستيتو ليكسيكو إي غراماتيكو، يعني البدائل الإسمية والنحوية. إذن هذا الدرس سهل جدا، فقط يعتمد على التركيز. لي سيبستيتو ليكسيكو اي غراماتيكو واش هما؟ بور ايفيتي لي ريبيتيسيون، باش نتجنبوا الاعاده دان نو لي اسم ودان غروب نومينال ومجموعه اسميه، اون يوتيليز دي سيبستيتو، لازم نستعملوا هذه البدائل. ايل سون دو دو سورت، عندنا نوعين. واش هما هذو لي سيبستيتو النوعين؟ اذا النوع الاول اللي هو عندنا لي سيبستيتو ليكسيكو وعندنا لي سيبستيتو غراماتيكو. اذا البدائل الاسميه على سبيل المثال عندنا ليسكارغو الحلزون، ولا نسموه لو بيتي انيمال. عندنا ايضا ليزافوكا المحامون، نسموهم ثاني اوم دو لوا، يعني رجال القانون. ايضا عندنا لا فام المراه، واللي نسميها ليبوز الزوجه. اذا هنا راح نعوض اسم باسم، هذا يسموه سيبستيتو ليكسيكو. مثلا لو بيتي غارسون، لو جون اوم، لو بيتي، الى اخره. هذا يعني نعوضوا اسم باسم. او على سبيل المثال نقولوا لا فام لا ماغات، زوجة الاب، لا ميشونت الشريرة، ليبوز الزوجة، يعني كامل يدلوا على المرأة. دائما هذو الاسماء كامل يعودوا على اسم واحد، نسموه سيبستيتو ليكسيكو، راح نشوفهم في الامثلة. اما فيما يخص لي سيبستيتو غراماتيكو البدائل النحوية، عندنا العديد من القواعد. شوف معي، عندنا لي برونو بيرسونيل ونعوضوا بالايل ال ال افيكاس الى اخره، وعندنا لي برونو بوسيسيف اللي هي الضمائر الملكيه اللي هي لوميا لوتيا لوسيا الى اخره، وعندنا ايضا لي برونو ديمونستراتيف سامبل، بمعنى الضمائر التوضيحيه البسيطه مثل سولوي سال سو سو الى اخره، وعندنا لي برونو ديمونستراتيف كومبوزي اللي هي سولوي سي سال سي سو سي سولا. راح نشوفوا امثله على هذا الشيء. شوف معي، اذا عندي الجمله التاليه: لا فواتور دو مون بير اي نوار، السياره تاع ابي سوداء. La voiture de mon oncle est bleue. السيارة تاع عمي ولا خالي زرقاء. Ma voiture, سيارتي est blanche, بيضاء. Quelle est la couleur de ta voiture? ما هو لون سيارتك؟ إذا كما رانا نشوفوا راه كاينة la voiture, la voiture, ma voiture, ta voiture. هنا كاينة une répétition. وحنا قلنا on utilise les substituts grammaticaux ولا lexicaux pour éviter la répétition. باش نتجنبوا الإعادة. كيفاش ندير؟ شوف معي. اولا الاسم نتاعي دائما يكون هو لون، ما نحوش هذا لاني لازم نهضر عليه. لا فواتور دو مون بير اي نوار، السياره تاع ابي سوداء. اذا لا فواتور دو مون اونكل، واش نقولوا؟ نقولوا سال دو مون اونكل، يعني السياره تاع عمي ولا خالي زرقاء. ما فواتور واش نقول؟ نقول لا ميان، تعنيني انا، يعني تاعي. لا ميان اي بلونش. كالي لا كولور دو تا فواتور؟ واش نقول؟ كالي لا كولور دو لا تيان، لا ميان تاعي، لا تيان نتاعك، لا سيان نتاعو. اذا هادو نسموهم سيبستيتو غراماتيكو. السؤال كيفاش يكون في الفرض؟ في الفرض يعطيك النص نتاعك، ولا في الاختبار يعطيك نص ويعطيك فيه سال، لا تيان، لا ميان، يعطيك ايل، يقول لك لمن يعودوا هادو الكلمات، لمن يعودوا. ترجع للنص انت تشوف سال هذه، ترجع شويه لور تلقى لا فواتور، اذا ترجع لا فواتور. تقول لو بوتي انيمال، هذا لمن يرجع؟ تقرا النص تصيبو يرجع ليسكارغو. اذا هذه هي البدائل الاسميه او النحوي. شوف معايا ليكزارسي التمرين. اذا اعطاني في السؤال هنا اون بو لا تروفي دون لي ريفيير، نقدروا نلقاوه في الانهار. اذا ال دواف
إذن هذه آل أفيك أس دواف دونك بواغ دو لو دوس يعني تشرب الماء العذب. أكي أو أكوا غونفوا لي برونو سوليني هذا هو السؤال اللي عادة ما يطرح، يقول لك لمن يعود لا والآل أفيك أس. إذن نرجع للنص، هذا هو النص. إذن الجملة اللي عطاها لي أون بو لا تخوفي نقدروا نلقاو، وشكون لا هذا؟ لا إذن لما نرجع نلقاه الماء العذب لو دوس، الماء العذب اي دو لو نو كونت نو براتيكمون با دو سال، هو الماء الذي لا يحتوي على ملح. اون بو لا تروفي ونجده، وشكون هو؟ اذا الماء، اذا لا هذه راها تعود على لو دوس الماء العذب. اما فيما يخص الجمله الثانيه ال افيك اس هذه، اذا ال دواف دونك بواغ دو لو، اذا ال افيك اس لمن تعود؟ نعاود نقرا الجمله. لو دوس الماء العذب اي نيسيسار ان نو تروفي ضروري لحياتنا. Or aujourd'hui, la moitié du fleuve serait pollué. يعني الكثير من الأنهار راها ملوثة. Beaucoup de personnes, الكثير من الأشخاص, ne pas accès l'eau potable. ما عندهمش إمكانية أنهم يوصلوا للماء الصالح للشرب. Elles doivent donc boire de l'eau douce. إذن هذو شكون أل؟ هم الكثير من الأشخاص. إذن أل أفيك استرجع beaucoup de personnes. إذن هذه هي les substituts lexicaux ou bien grammaticaux. راح نشوف مثال آخر. عندي هذا النص يتكلم على لو كور اللي هو القلب، وعطاني عدة مؤشرات وقال لي لمن ترجع. اذا كي هذه لمن تعود؟ اذا لو كور اي تان اورغان، هو عضو كي فونكسيون كوم اون بومب، يمشي كيما لا بومب يعني المضخة. il propulse le sang dans les vaisseaux sanguins. كي التي، وشكون التي؟ يحكي على لي فيسو سونغا اللي هما الاوعيه الدمويه. il هذه il existe، حذاري هنا il existe هذه راه تورنور امبيرسونيل. اذا نقولوا هنا il واش معناها؟ امبيرسونيل غير شخصيه، ما عدا حتى تعويض، ما تعوض لي والو، لان لا تورنور امبيرسونيل اللي تحدثنا عليها. سات هذه لما تعود، سات بومب لما نرجع نلقاها بومب، اذا سات تعود الى سات بومب. والاخيره سولوي الذي لما يعود، لما نرجع للنص كوم لو سيركوي دو فيسو، اذا سيركوي معناها دائره، اذا سولوي لما يعود يعود لو سيركوي. اذا هذه هي البدائل النحويه والاسميه، اظن ان الفكره واضحه. اذا الدرس الاخير اللي يتكلم على لو رابور لوجيك دو كوز اي دو لا كونسيكونس، يعني على السبب ولا على النتيجه. اذا هذا قريته في سنه رابعه متوسط، راح نعاود التذكير به فقط. اذا بور اكسبريمي لا كوز، باش نعبروا على السبب، اون امبلوا نستعمل ا كوز دو، غراس ا، اون ريزون دو، باسكو، بويسك، كوم، كار، بسبب، بفضل، لان، الى اخره. هذو قريتهم كامل في سنه رابعه. على سبيل المثال اكزومبل، لا تيغ مالاد، الارض راهي مريضه، كار لا بوليسيون سي جينيراليزي، لانه التلوث انتشر بكثره. ولا لا بانياد اي انترديت، يعني السباحه ممنوعه ا كوز دو لا بوليسيون دو لا بلاج، يعني بسبب تلوث الشواطئ. اذا كار و ا كوز دو يدلوا على السبب، لا كوز اي ليكسبريم لو رابور لوجيك دو لا كوز. اذا عندنا لا كونسيكونس، بور اكسبريمي لا كونسيكونس اون امبلوا، باش نعبروا على النتيجة لازم نستعملوا سي بيان كو، تالمون كو، سي كو، دو سورت كو، سي بوركوا، دونك، إذا لذلك، فإن، هذو كامل قريتهم في سنة رابعة. إذا إكزومبل على سبيل المثال، لا بلانيت سي ريشوفي، يعني ارتفعت درجة الحرارة، سي بوركوا، لذلك لي غلاسي فوند، لذلك ذاب الجليد أو ما سبب ذوبان الجليد. جي فا دونك جو في مونجي كيلكو شوز، أنا جائع إذا سأذهب لأكل شيئا ما. دونك وسي بوركوا يدلون على لا كونسيكونس. إذا هذا واش يخص هذا الدرس. نمر إلى التمرين. واش يعطيك في التمرين؟ يعطيك مثلا جملة ويقول لك بين لي هذه لو غابور تاعها لوجيك يكون كوز ولا كونسيكونس، ويطلب منك يقول لك أكوز دو عوضها لي بحاجة أخرى. إذا لي زانيمون سوفاج سون مناسي دو ديسباريسيون أكوز دو لا شاس إليغال. إذا الحيوانات البرية مهددة بالانقراض بسبب الصيد الغير القانوني. إذا هنا وش هو لو رابور لوجيك؟ إذا لو رابور لوجيك إي لا كوز، لأنه أكوز دو تدل على السبب. دوزيام فراز، لا فوغي إي لو بومو، يعني الغابة هي الرئة تاع الأرض دو لا تيغ، دونك إل دوا تيتخ سوفغاردي، إذا يجب علينا المحافظة عليه. اذا دونك ال دو اتخ سوف غاردي، هذه راه تدل على لا كونسيكونس النتيجه، دونك تبين لي النتيجه. ثالثا
لاغ إيغيسبيرابل، يعني الهواء لا يمكن تنفسه أو غير قابل للتنفس. سي بوركوا، ولهذا إلفو، هنا راه آلة، إلفو بلونتي دو بلوز أون بلو دابغ، يجب علينا الغرس المزيد والمزيد من الأشجار. مادام شفت سي بوركوا، إذن هذا لو غابوغ تاعو كونسيكونس. الجملة الأخيرة، لاغ كو نو ريسبيرون، الهواء الذي نتنفسه إي بولوي، يعني راه ملوث، باغسكو لي زوزين ديغاج دي فيمي توكسيك، لأن المصانع تطرح الغازات السامة. مادام شفت باغسكو، إذن تدل على لاكوز. إذن أخيرا، Je fais du sport car je veux maigrir. إذن أمارس الرياضة لأني أريد أن أفقد الوزن، يعني نخس. إذن هذا الجملة تدل على لاكوز، لأنه عندي كار، إذن هذه تسموها لو رابور لوجيك دو لاكوز. إذن هذا الدرس راه سهل جدا، قريته في سنة رابعة، وهم عاود رجعوكم في سنة أولى ثانوي. إذن بهذا نكون أكملنا هذه المراجعة. أشكركم على حسن المتابعة. في فيديو آخر إن شاء الله، لا تنسونا من خالص دعائكم. سلام.